منو؟ أنا سلا. تعالي. تطلعين عمتي؟ إيه. ليش بتنحاشين حريمتك؟ الخدم عيونهم أربع أربع ولا رادارات البيت الأبيض. لا عمتي توبة توبة. إيش تبين؟ بسألك سؤال. سألي. في جملة أنت قلتي لي إياها وأنا للحين أفكر فيها، ما أدري شو أنت تقصدين. أي جملة؟ قلتي لي عن ناصر إنه مو كفو وإن الحب يطلع على بذرة. زين؟ ليش قلتي كذي؟ من وين تعرفين أبوه؟ ما أعرفه. أي ليش قلتي كذي؟ إيش تقصدين؟ كذي قلت. أنا حبيبتي ما في أحد ما يدري إنه أبوه خريج سجون؟ إي بس ما كان هذا قصدك. إمبلا. متأكدة؟ إي متأكدة. أنت شيتش؟ جاي تحققين معاي؟ عمتي يعني سألتك سؤال. وهذا أنا جاوبتك، أبوه خريج سجون وكان بالطب النفسي، عندك شيء ثاني؟ يلا فارجي. سك الباب وراك. ترى عادي إذا مو مصدقني أنا مستعدة أجيب لك كل التقارير الطبية اللي تثبت إن كلامي صدق. عندي كل الإيميلات اللي كان دزهم شاها حق المستشفى. أصلاً شاها كانت خلاص ناوية بتوديها، بس بعدين ترددت يوم شافت إن حالة مراحب ممكن تسبب لها مضاعفات. إيش فيك؟ شو تفكر فيه؟ ليش أنا؟ شنو اللي ليش أنت؟ اللي أنا أعرف إن اللي تقدموا المراحب اثنين، أنا واحد ثاني. شاها ليش وافقت علي أنا؟ لأنك ما تحبها. هي تدري يعني إنه ما راح يفرق وياك ولا راح يهمك أصلاً ولا راح ينكسر قلبك إذا دريت. تدري إن بالك كله مع واحدة ثانية، فعادي يعني لو شنو تكون مراحب مو مهم. شوف أنا أدري إن اللي صار مع مراحب مو بيدها، وأدري إن أنا مو من حقي أتكلم موضوع حساس كذي، شو أسوي؟ أنت جبرتني. ما كنت أبيك تحط في بالك إن أنا ظالمة شاها أو أي أحد. إيه بس ترى أنتي مو بريئة. أدري. إذا شاها خدعتني وأنتي تشوفيني بريء، ترى حتى أنتي خدعتي سولة البريئة. سولة وثقت فيك وأنتي طعنتيها بظهرها. أنا ما لي شغل هذا تخطيط ناصر. بس أنتي اللي رديتي ناصر بحياته. إيه حق شيء ثاني. شنو؟ شيء ثاني وبس. في شيء لازم أعرفه؟ جاوبي. قلت لك لا. ما جاوبتيني. أنتي منو؟